سهلا ومرحبا بكم، واخيرا التيتر والموسيقى اللي ينتظروه برشا عباد ما بين راديو وكلاي اليوم هبطت في قناة الرسمية متاع كلاي بعنوان كولد روم، الغرفة الباردة. الحقيقة العنوان هذا انا بالنسبة لي نتخيله مع مقترح من راديو، حيت نعرفوا اللي تيتر متاع راديو اغلبيتهم عناوينهم انجلي. الغناية هبطت في قناة كلاي، مع كلاي هو اللي عطاه انفيتاسيون واستدعى راديو باش يخدم معاه، ونتصور زادا الرادي باش يستدعى كلاي وباش يخدم مع موسيقى اخرى. ننتظروا موسيقى زادا متاع رادي وكلاي. خلينا في الموسيقى متاع كلاي ورادي اللي هي كما قلنا كولد روم، غنايه هيب هوب باتم معنى الكلمه، جمعت عمالقه متاع الهيب هوب على العمالقه متاع الراب، فيزيون غير عاديه مع بعضهم، ثم تكامل مع بعضهم، وتو نزيدو نحكيو اكثر في التفاصيل. الموسيقى كلها معناتها قلنا البيت هيب هوب والامور الكل هيب هوب، يحكيوا على لي رابور الفريرات اللي يحكيوا في مواضيع تافهه، ولقاو صعود كبير من الجماهير. كلاش للعباد هذي الكل بطريقتهم الخاصه، كلاي ورادي بتكنيك متاعهم بالامور هذي الكل. الحقيقه في تيتر بصراحه على اول مره ما سمعته هكاك، ما عاودت سمعته في غير عادي من راديو زادا بالخصوص كلاي زادا أبدع. كما قلنا فيزيون ممتازة برشا ما بين راديو وكلاي، يعني برشا ما سمعناش فيت هكاك قوي برشا من دو رابور قوي وبرشا في تونس. رادي عنده ستيل وتكنيك خاص بيه هو، ممتاز معناتها من رادي، اللمسة متاعه والكتيبة متاعه زادا ممتازة برشا. وزيد كلاي معاه يمثل البويسونس والرابيديتي والسرعة في الكلام، حصيلو ميزال مع تكاملو. الحقيقة كلاي البويسونس والقوة، ورادي الصوت هكاك المتوسط ميل فيه تكنيك وستيل، معنتها متكاملين القوة وال القوة والستيل والتكنيك المتميزين متاع كلاي ورادي، حصيلو ثم تناغم مع بعضهم. ريناهم في مجزرة، في رينا في عند جزار وصواتر وحكاياتك الكل بالكلام، هما قاعدين معناتها يجزروا ولا ينقدوا ولا يكلاشيو في لي رابور اللي كما قلنا فريرات اللي يحكيو في مواضيع تافهة، واللي حسب كلامهم معناتها فزدوا الراب حسب نظرة متاعهم هما. معاش تعجبوني معناتها ليريكس وكلمات من الراديو من كلاي، اش قال مثال كلاي الفراريت فزدوا وما يجينيش غريبه كان يغنيوا اللوم واللوم واللوم. برشا برشا زاد كلام وبرشا بارتيات باهين بالخصوص من كلاي، حتى الرادي زاد ممتازه، ما كلاي في الاخر بارتي الرابيديتي والكلام قوي برشا. زاد سمعنا رادي اش قال، ولا كلاي اش قال، ابو الغضب والغول، معناتها ابو الغضب هو كلاي والغول هو الرادي، مش فريريت ولد مفيده، كلاش لولد مفيده والفريريت تاع ولد مفيده. حصيرو تيتر ممتاز برشا، ما فيه كلام زيت في التيت هكا، هو كيما قلنا هيب هوب ويقول نقولوا الراب هكا، هو معناتها الثقافه نتاع الراب اللي يجيك في مخك تكتبو وتقولو ما عندكش حدود. ما بالنسبة لي أنا كانوا يجمو يتلافاوهم ويوصلوا المساج بكلمات أخرين معاتها، ما مش مشكلة. تيتر كما قلنا ممتاز برشا وكل واحد ورايو. شنو زاد آخر زاد كلاي جبت شوية على السياسة وجبت معاتها في الأخر في آخر البارتي، كما قلنا البارتي الأخرانية كلاي زادا أبدع رابيد وبويسونس غير عادية، حتى نقعد بكوش نقعد الرابي باللي شارع إصرار إصرار كبير من كلاي، معناتها حتى مهما عملولي مهما صار باش نقعد الرابي حتى باللي شارع. كانت هذه مع الرياكسيون فيت وخدمة كبيرة 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 برشا من راديو ومن كلاي، ماذا بينا يكثروا منهم هذوما ويبدلوا مواضيع زادة أخرين.
كيما قلت لكم معناتها فيت وخدمة قوية برشا وخدمة متكاملة ما بين القوة وما بين التكنيك متاع الرادي، فثم تكامل وثم انسجام مع بعضهم. نصحكم تشوفوا الفيديو وتحكموا انتوما وتكتبوا دي كومنتير وتعملوا اللي تحبوا عليه. الى اللقاء ان شاء الله، تقبلوا في فيديو اخر في معناتها ابرز لي كومنتير اللي قالوهم التوانسة واللي قالوهم الفانز متاع كلاي ومتاع رادي. الى اللقاء.